ما تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم؟ وهل من أمر غيره بالبر ولم يستطع أن يفعله هو يأثم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمعناه والله أعلم على ما ذكره عدد من السلف: إذا أمرت بالمعروف فلم تطع، نهيت عن المنكر فلم تطع، فالزم نفسك، إلزم أمرك وأصلح حالك بينك وبين الله، ولن يعود عليك ضرر من تكذيبهم لك أو من عنادهم لك. ليس المعنى اترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن المعنى إذا أنا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلم يستجب لي، فعلي بإصلاح نفسي ولن يعود علي ضرر من عنادهم ومن شقاقهم. هذا المعنى، ليس المعنى أبدا اتركوا الأمر بالمعروف واتركوا الأمر واتركوا النهي عن المنكر، لأن الله قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولأن الله قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. وقد قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أكرر، ليس معنى قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس معناها اتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المعنى الذي عليه جماهير المفسرين أننا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فلم نطع، فحينئذ نلزم أنفسنا ولن يضرنا ضلال من ضل ولا عناد من عادت. أما الشخص الذي ينصح الناس بعمل ولم يعمل هذا العمل، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، فقد يكون الشخص عاجزا عن قيام الليل ومع ذلك ينصح الناس بقيام الليل. قد يكون الأب عاجزا عن الامتناع عن التدخين ولكن يمنع أولاده من التدخين، فكل هذا من باب تقليل المنكرات والله أعلم. أما حديث كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فهذا في المخادعين الغشاشين والله أعلم.